ممكن في آخر المحاضرة أو بعد المحاضرة ممكن برضو نكمل يعني، بس عشان ما نعطلش الزملاء يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا المحاضرة اللي فاتت أعتقد دي واضحة عندكم. نشوف إيه اللي إحنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت. خدنا ازاي نعمل سنجل بوينت انرجي، ازاي نختار سنجل بوينت انرجي ونشتغل عليها. طبعا دي اول حاجه احنا بنختار الطريقه او الميثودز او الجوب اللي احنا بنشتغل بيه. دلوقتي احنا عندنا مولكيولر ديزاين احنا صممناه، هنبتدي نشتغل عليه. هنشتغل عليه قلنا المرة اللي فاتت بالسنجل بوينت انرجي، يا اما جيومتري اوبتمايزيشن او اوبتيمم او اوبتيمم فريكوينسي او اللي هو اوبتمايزيشن مع فريكوينسي مع بعض. تمام. النهارده هنتكلم على طبعا الحاجات دي انا في وسط الكلام ممكن نقولهم تاني يعني بسرعه. النهارده هنتكلم على population او natural bond orbital. كلمه natural يعني based on electron density. تمام؟ based on electron density. هنا هو انا ما اعرفش انتوا شايفين الصفحه الثانيه. واضحة دكتور. واضحة؟ واضحة واضحة دكتور. صفحة ثانية لا. لا دلوقتي. قد أول صفحة. الناتشرال بوند أوربيتال هو طبعا الاسم نفسه يعني غريب شوية، لكن احنا لو بصينا ان الحاجات دي احنا كلنا درسناها. المدارات اللي هي موجوده في الاتوم اللي هي ممكن تقدر تعمل ممكن تعمل هايبريدايزيشن او ممكن تعمل مولكيولر اوف ذا سيكونس ناتشرال localized orbit. لما نيجي نقول natural localized orbital بنقصد بيها ال orbital اللي موجودة على الأكم نفسها. تمام؟ localized orbital ممكن ال orbital اللي هي موجودة على الأكم دي بيحصل لها هايبريدايزيشن، فلذلك عندنا اخر سطر احنا كاتبينه الاتوميك اوربيتال اللي هو ناتشرال اتوميك اوربيتال بتدينا ناتشرال هايبريد اوربيتال، وبعدين بنوصل في الاخر الى الموليكولر اوربيتال اللي هو الخاص بالجزيء ككل. طبعا من التعريفات دي كلها في الشرح هتبان يعني. natural localized orbital used in computational chemistry to calculate distribution electron density. natural localized orbital دي احنا بنستخدمهم في حسابات اللي هو الالكترون ديستريبيوشن ما بين تو اتومز او للبوندز، يعني حدودنا كلها تو اتومز او تو بوندز، يعني يا اما على الاتوم نفسها يا اما البوندز ما بين التو اتومز. زي هاف ماكسيمم اكيوبنسي. اكيوبنسي بيقصد بيها اللي هي العدد الالكترونات اللي هي موجوده في البوند، وتلقائي ممكن تكون ايه واحده او اثنين. يبقى هنا ايه؟ يبقى بنقول الماكسيمم
يوبنسي يتراوح من زيرو لاثنين، يا اما ما فيش بوند خالص دي بيبقى اثنين، لكن في بعض البوندز بتبقى بتتراوح ما فيش انتجر فاليو موجوده، يعني بلاقيها كلها بلاقيها قصور، وزي ما احنا هنشوف في الامثله بتاعتنا. ناتشرال بوند اوربيتال انكلود هايست بوسيبل برسنتج اوف الكترون، دي احنا وصلنا لها انها الماكسيمم بتاعها اثنين، يعني الاكيوبنسي اللي احنا بنحصل عليها الماكسيمم بتاعها اثنين. كل الحاجات دي ممكن تكون غامضه شويه بالنسبه لكم، لكن لما هنشوف الامثله حاجه حاجه كده هون هن ايه نقدر نشوف. المثال اخد المثال الاسهل على اساس ما يكونش فيه عدد بوندز كتير ونقدر نعمل نقدر نطلع منه بحاجه، يعني كان في كذا مثال احنا هستعرضهم في الاخر، لكن ده احنا خدت مثال اللي هو الاكريلامايد. الاكريلامايد عندي هنا في دبل بوند، وفي عندي مجموعه امايد، وفي مجموعه كربونايد. الدبل بوند اللي موجوده ما بين الدبل بوند ومع الكربونايل ممكن يحصل ريزونانس ستراكشر ويديني تشارج بوزيتيف تشارج على مجموعه سي اتش 2 ويديني نيجاتيف تشارج على الاكسجين، وفي الحاله دي في الحاله دي ممكن يتفاعل السي اتش 2 تتفاعل على انها نيوكليوفايل والاكسجين تتفاعل على انها الكتروفايل. سوري العكس، يعني على اساس ان ايه ان ممكن اللي هو يتم التفاعل ما بين المجموعتين دول. طب هنشوف عملنا الحاجات دي ازاي وحسبناها. اول حاجه بنعملها ان انا بفتح الجهاز بتاعي نشوف هنبتدي دلوقتي حاجه نفتحها. طبعا ده في تين انتظار. ماشي ادمت. معلش الجماعه اللي اتاخروا دول انا ما خدتش بالي ان هم انتظار، يعني هنفتح اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. سكتش؟ لا 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 مش كم سكتش، لا ده احنا هنطلع على طول بقى خلاص كم سكتش ده انتوا بقى تسلوا فيه بقى، احنا ما نضيعش وقت فيه يعني. نشوف كده هون بسم الله الرحمن الرحيم. نشيرها نفتح الاول. ادي شير، هنقول اوبن نعملها اوبن كده هون. تاني في سلمى مصطفى ون نيو شير. لا ثواني ثواني تمام. فايل اوبن اكريلامايد. اكريلامايد ممكن نفتح نشير. الو ايوه يا دكتور، هو حضرتك بدات؟ بدات من دقيقتين بالظبط، من 5 دقايق. معلش انا اسفه ممكن حضرتك ده لسه في ناس واقفين. اعرف بس حضرتك يعني بدات ازاي؟ هيبقى الصبان و اما احنا لسه في الاول، احنا لسه في الاول، يعني انت كل الكلام اللي انا قلته ده يعني هنا الصبان. بس اروح افتح الفايل منين؟
لا ما ت... لا دلوقتي انت دخلت الخ... عم دخلتي انت دلوقتي شايفه ال... بس خلاص ما بس شو مكان اي بس دلوقتي احنا قلنا النهارده هنشتغل ناتشرال بوند اوربيتال. طيب ناتشرال بوند اوربيتال دي احنا هنعملها ليه؟ عشان ندرس الديلوكاليزيشن او ندرس الريزونانس او ندرس التغيرات اللي بتحصل في الجرو في الكوزي داخل الكوزي. معلش هو الدكتور اسامه بس هو اللي يفتح معلش على اساس في اثنين فاتحين خط على اساس بس شوتره. ماشي معلش استاذنكم اقفلهم. فدلوقتي احنا الطريقه بتاعتنا ان احنا بنبتدي الاول هنبتدي نحسب ال NBO اللي هو اللي هي الاشياء الخاصه باللوكاليزيشن او دي لوكاليزيشن بالنسبه للجزيء يعني. فبنقول كالكوليت ما ظهرتش دي لا ليش صارت؟ هيك شيء. طيب يبقى لازم أعمل لها نيو شير. نيو شير. فين هين؟ ظهرت؟ ليش صارت؟ ظهرتش. طيب. نيو شير تاني هو تقريبا ده سكرين ليه لسه برضه هي ثابته على ال ثابته على البرزنتيشن المهم نفتح كل الجهاز تمام ده كده هو ممكن يكون ده؟ لا ده خالص Gaussian calculation across a new human Gaussian over the Arab أنا حاسس إنها مفيش حاجة بتتغير صح؟ لا مش حاجة بتتغير. مفيش أي تغيير يا دكتور. ثواني أنا بعمل نيو شير لسه ما استمتع الشاشة فيها حاجات كتير. أرقام وكذا لا مش دي مش اي ريسبونس خالص ايه ايه دي ايه مش عارف انا دي مش راضي دي مش راضية تقبل يعني معلش خليكم معايا تحمل شوية رغم ان انا الاشتراك ما عملت اشتراك يعني ان شاء الله مش تفصل بإذن الله بس هي نشوف طيب نرجع تاني لشاشة اتنين دي طيب انا هقفل الايه في برضو قفلت البرزنتيشن ايفن قفلتها برضو مفتوح طيب احاول تاني دكتور اذا ممكن تقول لنا الهدف من حساب الناتشرال بوند اوربيتال الله يجزيك
حاضر حاضر، بس هو المشكلة عندي الشاشة، في كذا شاشة مفتوحة مش راضية تقبل ال أكيد الجهاز بيحمل حاجة يا دكتور. أصلاً أنا عامل جهاز قدامي ريموت، أنا شايف اللي آه. يعني اللي بيظهر عندكم شايفه، بس هي الفكرة اللي هو دلوقتي طب أنا هقفل خالص، هقفل خالص، هقفل البرنامج ده. طيب معلش. اتفضل اتفضل يا دكتور. ثواني أنا مش عايز أخرج وأخش تاني. اتنين بره، اتنين مستنيين. كويس، كل تأخيره في أخيره، وصلنا لوقت العدد 7. طيب نشوف كده، ألغي ال أقول نيو شير. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هقول كده حاضر. انا مش عارف، غريبه ان انا شايف انها معلقه على، رغم ان انا فعلا قفلت البتاع دي خالص، قفلت اللي هي البرزنتيشن، قفلت الباور بوينت خالص يعني. طب انا معلق. لا انا هشيلها من التاسك نفسه خالص. زوم دكتور، حضرتك تعمل ريستارت كده؟ لا، ما انا لو عملت ريستارت هخرج. لا هي الفكره البرامج. لا ثواني، هو دلوقتي هو على فكره مقفوله مش ظاهره، يعني هي هو البرنامج مثبتها، لكن هي مش موجوده اصلا في التاسك بتاع الكمبيوتر، يعني اوريدي مقفوله. اوريدي مقفوله يعني، ما انا شفتها، طلعت التاسك بتاع الكمبيوتر. بس هي كل مره يعني انا شير ماشي. طيب احنا بس نشتغل اللي هو الجزء بتاعنا دوت. ايه مش متوقع، مش متوقع كده خالص. طيب انا ممكن لو في ديليت من هنا اعمل ديليت شير كمبيوتر ساوند شير. اعمل من الماوس كده يا دكتور لل، لا ده شلت، لا ده خالص، ده انا قفلت البرامج خالص كلها. قفلت البرامج يعني. طيب نشوف كده هون تاني. الشاشه دي ودي شاشه اتنين. انا فاتح شاشه، المهم هو شاشة اتنين مش جايب. طيب اقول شير اقول ماشي نيو شير. السلام عليكم. الله يسلمك. ان شاء الله الف سلامة. مش كورونا، ما تخافش. ها؟ مش كورونا. لا لا لا، انت عليك. انا قاطع السلك، ربنا يشفيه. لا لا، هو اهم حاجة الجنزبيل والقرفة والليمون والحاجات دي كلها فيها مضاد، والنعناع، كل الحاجات دي فيها مضادات اكسده حلوه يعني. نعم والله، الليمون يعني يسهل كتير. على فكره الليمون، مش الليمون بس، الليمون بقشره. نعم بقشره، يعني تعمل الليمونه وتحطها في الفريزر وتروح بشرها، يعني ممكن تبات في الفريزر بالليل والصبح تروح بشرها بالمبشره والميه بتاعتها تشربها كلها يعني، ممتازة حقيقي يعني. الله يعطيك الصحة يا دكتور. دلوقتي احنا وصلنا ال 24.
unable to access the camera. ماشي انا مش عايز الكاميرا. دلوقتي قدامنا الاستراكشر اللي احنا عايزينه ظاهر الحمد لله. تمام هنشوف كده اهو بسم الله. كالكوليت خلاص. هو دلوقتي العدد 24، هو في اربعه لسه ما انضموش، سته لسه بره. لكن ممكن بيكونوا بيفطروا، لكن ممكن يعني في اخر المحاضره نقول الحاجات اللي احنا فطرت منهم. دلوقتي احنا عايزين نعمل كالكوليشن. كان في اللي هو عصام رفيق الاخ مغرب موجود؟ موجود هو انا موجود. تمام الله ينور عليك. تمام اهلا بيك. هو السؤال اللي انت سالته، احنا ليه بنحسب ال NVO؟ دلوقتي احنا بنحسب ال NVO لما بيكون عندي مركب في unsaturation conjugated unsaturation او unsaturation عامه، يعني اللي هو عباره عن دبل بوند او تريبل بوند. تمام بنشوف الانتر اكشن معاها بتعمل مع ايه، مع الروابط الاخرى، يعني الانتر اكشن ما بين البوندز وبعضها، سواء بالهايبريدايزيشن سواء بكلمه ريزونانس او بغيره، بنقدر نعرف ايه اللي بيتم فيها. حتى من بعض الامثله اللي انا عارضها النهارده، ازاي نحسب برضو الهيدروجين بوندنج ما بين جزيئين، مش جزيء واحد لا جزيئين، ما بين مثلا اللي هو انا مختار الساركوزين ومختار مليك اسيد، وعلى اساس نشوف الهيدروجين بوندنج ازاي بنحسبها وازاي بتظهر عندنا. يعني اي سلوك او اي حاجه انا عايز اعرفها خاصه متصله بالكونجوجيشن او الديلوكاليزيشن بنعرفها من خلال الناتشرال بوند اوربيتال. طيب انا عشان نحسب الناتشرال بوند اوربيتال بنعمل ايه؟ اول حاجه ان انا السيستم عندي لازم اعمله جيومتري اوبتمايزيشن. يعني المولكيول اول حاجه بنعمل له الجيومتري اوبتمايزيشن. طبعا الناس اللي ما حضروش معانا او حضروا اول مره معلش يستحملونا شويه، وان شاء الله كل الحاجات دي نقدر نسترجعها تاني. ف بنختار عندنا، يعني قلنا اتكلمنا المره على الانرجي والاوبتمايزيشن والفريكوانسي، فاحنا هنختار المره دي النهارده اوبتمايزيشن وفريكوانسي. تمام هو ممكن اختار انرجي، بس هنختار الاوبتمايزيشن على اساس ان احنا ممكن نعمل اللي هو اوبتمايزيشن جيومتري اوبتمايزيشن للستراكشر او للمركب اللي معانا. تمام هنا هون بنختار ايه بقى؟ بختار اول حاجه بس هنا هون في عندي ديفولت وعندي كالكوليت ات ذا فيرست بوينت، وفي بعض الجاوسيان مكتوبه وانس، يعني تاني واحده دي مكتوبه وانس يعني بتحسب مره واحده. فبختار ايه؟ كالكوليتد ات فيرست بوينت اللي هي وانس، وبعدين بنختار اللي هو كومبيوت في سي دي. تمام بعد كده هون هنا بنختار، طبعا الكلام ده احنا قلناه قبل كده، اللي هو ان احنا دلوقتي بنشتغل الجراوند ستيت، الموديل بتاعنا دي اف تي، وطبعا هنا في ميكانيكال وكذا. طبعا هنا هون هنا في الحاله دي يا هنشتغل يا هارد كريفوك يا دي اف تي، ففي الحاله دي احنا واخدين دي اف تي. طيب الدي اف تي في عندي كذا ابروكسيميشن او كذا طريقه او كذا معادلات رياضيه. تمام ففي ثلاث علماء او اربع علماء اللي هو دي 3 ال واي بي دون اللي احنا بنختاره. تمام البيز ست احنا قلنا احنا قسمنا البيز ست الى من السمبل بيز ست الى فيري كومبلكس بيز ست. فطبعا احنا هنا هو الاجهزه بتاعتنا
الكمبيوتر بتاع البيت ممكن يقدر يوصل لحد هنا مستريح، وممكن على فكرة يقدر يشتغل في الكومبايند برضو، ممكن عادي يشتغل بس ايه هياخد وقت اكتر. فانا بختار، انا بختار 6-311G، دي اضمن حاجة بالنسبة لي، يعني اضمن حاجة بالنسبة لي انها بتديني نتيجة كويسة وبتديني وقت معقول تمام. والناس اللي ما هي ما 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 ما, ما حضروش البيز ست ياخدوا بالهم ان احنا دي بنختارها، بنختارها بناء على حاجتين، يا اما انا عايز نتيجة تقريبية انا بختار الاسهل، انا عايز نتيجة دقيقة انا بختار اللي هو كل انزل لتحت اللي هو المور كومبلكس. فانا بختار بقى اللي في النص اللي هو 6-311G. طيب نفتكر مع بعض، ستة يعني ايه؟ يعني ايه ستة يا دكتور؟ دكتور اسامة؟ ايوه اكيد. ستة يعني ايه؟ يعني معدل جاوسن، معدل جاوسن بتكرره كم مرة؟ ست مرات تمام؟ وقسمنا الكور عن الفالنسي اوربتال، قسمنا الكور عن الفالنسي اوربتال، فالستة دي بتاعة الكور كله تمام؟ بتحسب ست مرات. نيجي الفالنسي حسبناها اللي هو ممكن تبقى دبل زيتا وممكن تبقى تريبل زيتا. دبل زيتا يبقى عندي هنا 3، يبقى المعادلة هتتعاد 3 مرات. 1-1 يبقى المعادلة هتتعاد مرتين تاني تمام. يبقى في الحالة دي، دي الحالة اللي احنا يعني ليه احنا اخترنا اللي هي الـ 3-311G. طيب كده انا اخترت split لان انا عندي الكور وقسمت الكور للفالنسي. طيب هنضيف حاجة تانية اللي هي ايه؟ الديفيوجن. لو انا عندي مركب كبير والمركب الكبير الالكترونات البعيدة بيبقى عشان المولكيول يسيطر عليها، فلازم ندخل الديفيوجن في الحسابات بتاعته. فممكن ندخل الديفيوجن للجزء ككل، فبختار دبل بلس اللي هو ايه؟ بيعني الهيفي اتومز وبما فيها الهيدروجين. لكن لو انا عايز الهيفي اتومز، الهيفي اتوم بيقصد ايه؟ اي اتومز اعلى من الهيدروجين. يعني انا دلوقتي انا بختار بلس واحده على اساس ان هو باخد الجزيئات، يعني شويه الهيدروجين بتبقى بعيده تمام. بعدين بختار البولاريزيشن. البولاريزيشن برضو بختاره لطريقتين، بختاره للاتومز كلها، للاتومز اللي هي هيفير اتومز اللي هو بختار لها دي. ولو انا عايز الهيدروجين كمان تخش في البولاريزيشن بعمل ايه؟ البي تمام. يبقى انا خدت تقريبا البيز الست الكامله اللي تقدر تغطي لي اي مركب احنا نشتغل عليه تمام. طيب ده في الحسابات العاديه، انا لو انا بشتغل جيومتري اوبتمايزيشن تمام. لكن انا عايز ازود شويه بزود ايه هنا؟ هو بختار اديشنال برنت في الجاوسيوم. انا ما بختارش حاجه في الجس اللي هو التخمين دي. البوبوليشن بختار ايه بقى؟ بختار فل اللي هي دي. طبعا عندي هنا في نوع ان بي او، يبقى احنا عرفنا الان بي او اللي هو ناتشرال بوند اوربتال تمام. وعشان اسيفها لازم اختار سيف ان بي او تمام. بس هو ده اللي احنا بنعمله في اللي هو ناتشرال بوند اوربتال. وبروح بايه؟ بدي سبميت تمام. وبنكمل ايه الحسابات. جاست ان هو بيحسب، بيطلع لنا ثلاث فايلات، فايل تكست وفايل جيف وفايل تشيك فايل وجيف فايل وتكست. وهنشوف دي الفايلات دي خلاص. كده هنقفل دي وهنفتح التكست ونشوف حاجه احنا عملناها. يبقى احنا دلوقتي كل اللي احنا قلناه طريقه انبوت داتا، ان انا بدخل الداتا البيانات بتاعتي اللي انا عايزها على اساس انا عايز نتيجه تطلع لي
فيها شرح للايه للان بي او. تمام. طيب انا هخرج لانه هنا مسيف عندي. طبعا انتوا جربوا عندكم برضو، جربوا ما تجربوش على نفس على نفس الروت على نفس المركبات. لا، خلوا المركبات عندكم دي موديل تشتغل عليها وتشوفوا طريقه الحساب ازاي، ولما تيجي تشتغل اشتغل على حاجه بره، يعني على اساس انها ايه دي نتائجها ثابته وهتبقى بالنسبه لك منها يعني كمان احنا اتكلمنا فيها هتبقى واضحه شويه ان شاء الله يعني. تمام. طيب يبقى انا هخرج من دي وهخش على تكست. على التاني برضه نفس المشكلة. طب مش عارف ايه ال بيشوف كده. يا الله سهل، يا الله سهل. اظن انه العدد كثير يعني لهيك تعمل. لا هو العدد مسموح لحد 100، احنا دلوقتي 27، مش يعني مش يعني برضو لابد ان انا هسألهم يعني، بس هي طبعا الوقت دلوقتي نعم لانه برنامج مدفوع يا دكتور. ما هو برنامج مدفوع. ايوه وهو مدلي سمح ل 100 واحد يعني، وبعدين انليمتد يعني بتشتغل يعني. كان الاول كان ظابطينه على 40 دقيقه وبعدين نقصوه على 30 دقيقه. الظاهر بقى هم دلوقتي لما دفعت فيقولوا لك لا ده انت ايه. هنشوف يعني. طبعا الامريكان دول ما حدش يضحك عليهم يعني، يضحك عليهم ايه؟ ده بياخدوا فلوسهم اول باول. هاي نشوف تاني، نشوف اشوف انا ايه. مستغرب والله، حتى الواحد يقفل ويفتح تاني ما بنكملش بالظبط. هي كام؟ ما بنكملش 25 دقيقه نعم بالظبط تقريبا. 25 دقيقة هي كم. طيب نشوف، هقفل انا الشيرنج من هنا اهو، اشوف كده اهو، اشوف كده اقفل الشيرنج ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيقول لي بقى ايه؟ عايز اشوفه. اوبتمايز سكرين شيرنج، ماشي شير. الآن يعني شغال يعني نشوف سطح المكتب. ما هو انا كده اما انا قلت اخترت في اوبشن اخترته كويس الحال الحمد لله. طيب نختار بقى نيو شير. احنا دلوقتي فين دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تكست لا ده هو تقريبا ده هو ده كوفن. ده كده ظهر. دلوقتي انا عندي بيسيف ثلاث حاجات. اول ما بخلص الانبوت الداتا بتاعتي وبقول له احسب، طبعا بيحسب، واحنا عرفنا بنحسب نقدر نعرف التايم من فين. تمام. انا على اساس ان انا عايز الان بي او لو ناتشرال بوند اوربتال فبفتح التكست، لكن لو انا عايز الهومو واللومو وعايز الالكتروستاتيك بوتنشال او حاجه زي كده اهو بفتح التشيك فايل. تمام. فدلوقتي هبتدي انا بالايه بالتكست فايل. تمام. هو كده شكله. طيب ماشي.
تمام كده ماشي حلو تمام الحمد لله. دلوقتي احنا شايفين الفايل اللي قدامنا اللي هو اللي احنا بناخد من كل النتائج ده بقى اهم فايل عندنا. طيب احنا قلنا بعد الاسماء بعد الاسماء نبتدي نتكلم اهي ادي الاسماء دي خلاص انزل هنا هون بلاقي فيه علامه هاشتاج ولا هاش الحاجات اللي احنا اخترناها في الانبوت فايل هي دي اخترنا اوبتمايزيشن اخترنا فريكوانسي اخترنا بي 3 ال واي بي اخترنا 6-331 جي دي بي اخترنا الاثنين اخترنا البوبيوليشن ان ان بي او مفهوم كده كده خلاص عرفنا الحته دي. لو في اي تعليق او حاجه يا ريت تبعتوا لي في تقريبا في شات او حاجه هنا اهون ابعتوا لي ملحوظه اخد بالي منها وانا شغال. طيب يبقى هنا اهون احنا عرفنا ديا. طيب ايه اللي احنا بدور عليه دلوقتي؟ انا ببتدي بشوف اللي هو ايه اللهم صل على سيدنا محمد تشارج ام بي او. لا من عاد لا ما هي مش لا هو في تيبل في الاول في تيبل في الاول اللي هو نورمال اتوميك ناتشرال اتوميك اوردر. ابحث عليه كده اهو كنترول فايند تمام ان اي او تمام تمام هنشوف هنا اهو دي لا طيب غيرها ايوه هو ده هو الجدول ده اللي انا عايزه خليك هنا الجدول ده ناتشرال اتوميك اورجان ناتشرال احنا الاول كنا بنقول ان بي او لا هو ده ناتشرال اتوميك اورجان. ايه ميزه الجدول دول؟ الجدول ده بناخد مواصفات كل مدار من مدارات المولكيول. اي مولكيول عندنا بيتكون من عباره عن اتومز كل اتومز فيها عده مدارات تمام. هنلاقي هنا هون ادي الاتومز ادي الجدول اهو ادي الجدول اللي احنا مقصود وهنا هون 140 كام ثواني كده 140 الكترون. الجزيء ده فيه كام؟ 140 الكترون تمام. كل هنا هون الاتومز ادي الكربون ادي الهيدروجين ادي الكربون ثانية برضو رقم ثاني اللي هو هنا الكربون هنا كربون 1 وهنجيب احنا اشوف انا المركب دلوقتي هفتح هذا ونشوف الترقيم بالظبط. انا ممكن اجيبه يعني يلا عشان ما تمام. طيب ايه اللي بيبقى موجود هنا هون؟ يبقى قلنا الاتومز ورقمها اللي هي اللي احنا عرفنا احنا كنا عرفنا بنجيب الارقام ازاي. وبعدين ده الانجولر مومنتم اللي موجود عندي الاس مثلا الدي اكس دي زد دي واي دي اكس دي تمام مفهوم الحته دي. طيب نيجي هنا هون في الحته دي التايب اوف اتوميك اوربيتال. الاتوميك اوربيتال متقسمه لكذا شكل. قلنا الكور لما نقول سي او ار اللي هي الكور اللي هي كل الالكترونز اللي هي ما بتخشش في التفاعلات اللي هي في البلك تمام. فالنسي يبقى هنا بيقصد الفالنسي اوربيتال اللي هو الالكترونات في ناس ثواني في اثنين بره ماشي تمام من
يبقى هنا هو يبقى عرفنا المدار مثلا ده المدار كاربون 1 فيها مدار اس الكور فيها كم مدار في الكور 1 اس تمام الاكيوبنسي فيها كم الكترون اثنين الكترون بس احنا قلنا في القاعده الاكيوبنسي مفيش انتجر فاليو ما عندناش يعني ايه يعني مفيش الكترون واقف هو كله بالظبط في نفس المكان لا واخد حيز من اللي جنبه ويعني ايه اللي احنا بنقول عليها الالكترون دينستي يعني ان الالكترون كل ما بيبعد شويه مثلا الدينستي بتقل تمام فهو انا عندي هنا هو القيمه الاكيوبنسي دي معناها ان هو 2 الكترون او اعلى قيمه هي دايما بتطلع 1.9 من 10 تمام الانرجي بتاعته طبعا ناقص 10 اللي انا بستفيد من ده ان انا بقى بس بقدر اعرف الاكيوبنسي واقدر اعرف الاتومز لكن في 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 الشغل بتاعنا ما بنحتاجلوش كتير بس انا بشرحه لسبب على اساس ان احنا نبقى عارفين واحنا بنفتح الجدول واحنا بنفتح الدون يبقى التيبل ده لازمته ايه تمام يعني ما فيش انا ما شفتش بحث فيه معروض الناتشرال اتوميك اوربيتال خالص لان هو ده بيقول الاتومز لكن اللي انا عايزه انا بدرس ايه بدرس الجزيء ككل تمام بس هنا برضو من ضمن الحاجات اللي هي البرنامج بيشرحها طيب ثاني جدول natural population نشوف كده هو natural population طيب انا ممكن اشرحها كده ثواني راح برضو الشاشة ما أقوى لا ما هدان دلوقتي هفكر ده الجدول اللي احنا قلنا عليه اللي احنا شفناه فين في التكست اللي هو ناتشرال اتوميك اوربيتال قلنا ده عباره عن الاتومز الانجولر ده رقم الاتومز عندنا ده التايبس بتاعها سواء كانت في الكور او الفالنسي طيب الرايت بيرج دي بقى الرايت بيرج دي اللي هي المدارات اللي هي ممكن يحصل فيها الاكسايت ستيت يعني هي المدارات الفاضيه اللي هي اكسبتبل او اكسبتد انها تبقى اكسبتد الكترون انها ممكن الالكترون تنتقل فيها فلما طيب لو انا قارنت ما بين الاكيوبنسي بتاعه الكور والرايت بيرج ايهم اعلى اهو ده كويس ده موجود قدامنا الاكيوبنسي في الرايت بيرج 0.00303 دي معناها ايه ان هو احتماليه وجود الالكترون فيها ضئيل جدا بينما احتماليه وجود الالكترون في الكور او في الفالنسي زي ما احنا شايفين قدامنا هنا ممكن في الكور بتبقى مثلا 2 لكن في الفالنسي بتتراوح برضه من 0 ل 2 تمام الرايت بيرج دايما بتبقى القيم بتاعتها ايه القيم بتاعتها منخفضه كم قيم الرايت بيرج ابكم ادي قيمه الرايت بيرج اهي يعني ادي عندي الكور وادي البيلنسي وادي الرايت بيرج الرايت بيرج دي اللي هي اللي احنا بعد كده يعني هي بتبقى معروفه ان هي المدارات اللي هي بتقبل الاكسايت ستيت نعم بعد كده هون هنشوف طيب نقرا الحته دي اللي على النشر اتوميك اوربيتال فور اتش 140 ناتشرال اتوميك اوربيتال
اللي احنا قلنا عليهم 140 الكترون صح؟ اللي احنا قلنا الجزيء ده في 140 الكترون اللي هو مقسمهم الاس والبي والبي اكس والبي واي والبي زد. ده الكلام ده احنا قلناه. قلنا الاوربيتال تايب بتنقسم الى حاجتين ثلاث حاجات، كور وفالنسي ورايت باند. تمام، ده الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. تمام. نوت الاكيوبنسي اوف ذا رايت بيرج ار تيبيكالي ماتش لوور ذان ذوز اوف كور اند فالنسي. دي اللي احنا قلناها برضو، ان الاكيوبنسي في الرايت بيرج بتبقى صغيره جدا. الاوربيتال انرجي طبعا ال1 اتوميك يونت، يعني الوحده عندنا، لو طبعا الكمبيوتر بيحسب الاتوميك يونت، ممكن ايه في الحاله دي بنضربها في 627 كيلو كالوري، على اساس ان احنا نحولها من الاتوميك يونت الى الكيلو كالوري، او ممكن نحولها للالكترون فولت حسب ما احنا حسب الدراسه بتاعتنا. طيب ناتشرال بوبوليشن اناليسيس. ناتشرال بوبوليشن اناليسيس دي ملخص، ده سمري مكتوب عليها سمري، ملخص للكلام اللي فات. انا عندي 140 الكترون، لكن في كم اتوم قدامي في الجدول؟ ماكسيموم كام؟ 10. 10 تمام. يبقى في الحاله دي اللي هو الجدول بيقول لي ان عدد الالكترونات، عدد الاتومز اللي موجوده هنا 10 تمام، التشارج بتاعتها، بس مش مولكيول تشارج، مش مولكيول تشارج اللي احنا بنطلعها من طريقه الحسابات اللي احنا درسناها قبل كده، لا دي بنسميها اللي هي طبقا للناتشرال بوبوليشن اناليسز، ودي برضو بتظهر، برضو ممكن نظهرها في البرنامج بالطريقه الثانيه. هي اللي شبان على كل اتوم على حده يا استاذ. نعم، هي اللي ممكن نبينها على كل اتوم وحدها. طيب، فهنا هو عندي، هنا هو مثلا عندنا التشارج ده بالنسبه للمجموعات دي. طيب لما نيجي هنا للتشارج دي متقسمه ازاي؟ دلوقتي انا عندي هنا الكور كام؟ 1.9. الفالنسي هنا كام؟ 4. 4. الرايت بيرج هنا كام؟ 0.1. لو احنا جمعنا دول وطرحناهم من 6.2 هتطلع لي التشارج. جربوا كده عشان برضو نبقى عارفين، دي مش ارقام محطوطه كده، لا هي ارقام ليها علاقه ببعضها. لو احنا جمعنا الكور والفالنس والرايت بيرج تمام، هتطلع 6.2 سوري، لا هتطلع رقم، شوفوها كده اهون، هتطلع ازاي؟ بتحسبوها ولا احسبها انا؟ انا بحسب يا دكتور. ماشي رحمكم الله. طلع مظبوطه يا دكتور، ماينس 0.2 تمام. طب النظر كده يعني لو جمعتها عادي. ايوه هي طالعه بالظبط، طالعه بالظبط المجموع التوتال عندي طالع 6.2 تمام. طيب نعم تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. الكربون فيها كم الكترون؟ نعم، الكربون فيها كم الكترون؟ ست. اطرحها من 6.2
صح؟ إذا صح إذا عم صح الحاج ايه مظبوط كده ولا لا؟ مظبوط احنا جمعنا الكور والفينس والرايت فيرجو طلعت توتال 6.2 من 10 واوريدي الكربون عليها 6 الكترون. لو طرحنا السته من الرقم ده هيطلع عندي التشارج كذا. تمام تمام ده الواحد بيفك زي ما يكون بيفك ارشيني اسمها ايه حجر رشيد بيلس يعني دكتور التشارج هي حاصل طرح ارشميدس رايت التوتال ايوه التوتال ناقص عدد الالكترونات اللي اوريدي موجوده على النمبر تمام ديا التشارج ديا اللي احنا بنسميها ايه ناتشرال بيبيوليشن اناليسيس تمام وهنشوف الشاشه عندك يا دكتور ها شاشه ايه سدت لا عادي الشاشة ما فيهاش حاجة لا الشاشة عندي لما انا عندي ريموت عندي ريموت شايفها لا ما فيهاش مشكلة انت ممكن تكون انت نسيت عن الشاشة شوية ف يا دكتور خرجت جهازي فصل تقريبا جهازي فصل ماشي يا انور خليك معايا يا انور ماشي دكتور طيب هي الصورة قليلا مضببة يا دكتور يعني لا أعرف صورة واضحة لا ما فيهاش مشكلة لا هي ممكن تكون يعني عشان النت أنت مش حضرتك في المغرب؟ نعم طيب يعني كويس إنها مشيت كل المسافة دي ما خدتش سحابة في السلك وهي ماشية يعني الحمد لله الحمد لله خير من عند ربنا يعني الحمد لله والله خير يبقى ممكن يا دكتور نربطها دي بمعادله اللي هي الناتشرال بوبيوليشن لا 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 ما توجعش دماغك يعني انا بشرح حاجات بس عشان تعرف ال هو لا اصل هي الشارج دينستي بالنسبه لدي احنا ما بنستخدمهاش كتير بس هي بتبقى موجوده فين؟ موجوده في التكست فايل يعني انا مطلعها فين؟ انا لما طلعتها من فين؟ التكست فايل من التكست فايل اهو هنشوفه كده اهو اهو تكست فايل اهو اخش عليه تاني كده اهو سيف تمام اهو كده واضح واضح ده اللي الجزء الاولاني دهون هنشوف الجزء الثاني اهو ادي الملخص اهو اللي احنا قلنا عليه وصلت يا دكتور اسامه؟ ايوه معاك يا ريس دلوقتي summary of natural orbital اهو ده اللي احنا شفناه اللي احنا عملناه في الباوربوينت اهو هو ده نعم فنبقى عارفين مثلا لما بنبقى دي ميزتها ايه؟ ميزتها انها بتديني التشارج اللي هو التقسيم الكور والفالنس الرايت فيرج التوتال ناقص عدد الالكترونات بتاعت الاتومز بتديني ايه؟ التشارج ودي بنسميها ايه؟ according to natural population analysis تمام طيب نشوف حاجه ثانيه طيب نشوف ايه المثال الثاني المثال الثاني هنا هو summary طيب summary في بقى summary ثاني اهو عندي شايفينه اهو دون تمام واضح طيب هنا ال 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 الكور عندي هنا اجمالي الكور كام اجمالي في الكور تقريبا 10 الكترونات تقريبا اجمالي اللي في الفالنسي كام 27 مجموع الاثنين دول بيدوا لي حاجه اسمها ناتشرال مينيمال بيزس اللي هو الالكترونات اللي هي مجموع الكور زائد الايه زائد الفالنسي تمام طب الناتشرال رايت بيرج بيزس اللي هو الشحنه او الالكترونات اللي طلعوا في الاكسايت ستيت تمام الاكسايت ستيت ولا اللي على اللي هم بره اللي هم على الانتي بوندنج مثلا او حاجه اللي هم بره يعني ايه
ما بتبقاش الالكترونات بيور 10، لا ده احنا زي ما احنا شايفين قدامنا 9.9 من 10 27 و8 من 10 بتبقى حاجه زي كده يعني. تمام، احنا بناخد الصيغه التقريبيه بتاعتها. طيب يبقى احنا قلنا هنا هو summary of natural minimal basis وnatural Rydberg basis population، دي الاختصارات بتاعتهم. هنا الكور زي ما احنا قلناها بتسعة، الفالنسي 27، الناتشرال المجموع الاثنين دول 37، ده الرايدبرج اللي هو تقريبا واحد من عشرة. نلاحظ هنا هو البرسنتج هنا بكام، توتال برسنتج 99%، ده الايه؟ للناتشرال مينيمال بيز سيت. تمام، طيب دخلنا بقى في الاكيوبنسي، ودي بقى اللي هي حاجه مهمه قوي. طيب نشوف الاكيوبنسي دي بتيجي من فين. اكيوبنسي بسم الله فين دي فين؟ لا مش دي. اوكي يا ميت. جود باك اهو دي اهو. هعمل هنا اهو دلوقتي ظهرت عندنا، هكتب هنا انا عايز الاكيوبنسي. تمام؟ اعمل او سي سي يو اكيوبنسي، طلعت لي الاكيوبنسي هنا اهو، هشوف هي تحت الرايت. لا ده هي في فوقيها كمان، لا سوري الملخص بتاعها اهي اكيوبنسي اهي. دي احنا قلنا عليها دي بتاعت ناتشرال اتوميك اوربيتال، لا دي اللي قلناها عليها اتكلمنا عليها دي. نيكست ناتشرال بوند اوربيتال طيب نشوف اللي بعدها. ايوه اي موجوده تحتها دكتور. لا ما هي انا عايز اجيبها من الاول خالص. الاكيوبنسي دي بتجيب لي التوزيع الالكتروني او الديستريبيوشن بتاع الالكترونات ما بين تو اتومز. يعني احنا خدنا في الجزء اللي فات خدنا الكور والفالنسي والدي ده بالنسبه للاتومز وبالنسبه للمولكيول ككل، لكن انا هنا هو في الحاله دي انا عايز اشوف الايه الاكيوبنسي وشكل الاستراكشر عندنا ايه. تمام؟ طيب هنا هو أول طب أنا عايز أشوف الرسمة ثواني بسم الله الرحمن الرحيم. عايزكم تاخدوا بالكم معايا في دي انا عايز، لا انا غيرت حاجه تانية. ناخد بالنا من الاستراكشر دون. ايوه النيتروجين رقم 7، الكربون الطرفيه دي رقم 1، الهيدروجين دي 2 3. تمام، حسب تسميه البرنامج. سي 4، عشان بس لما نيجي نبقى عارفين الروابط اللي احنا هنتكلم عليها ايه.
يبقى هنا سي واحد وسي أربعة دول رابطة دبل، وبين سي أربعة وسي خمسة سينجل، وبين سي ستة وO عشرة الأكسجين دبل بوند، وما بين ال سي ستة وN سبعة دبل بوند، سوري سينجل بوند. تمام، ركزنا في الحتة دي. تمام. طيب نشوف هنا هون، نشوف هنا في الـ في الـ في البرنامج في الجدول بتاعنا. اللي هو البوند اوربيتال دي اللي هي مهمه جدا. يعني هي هم في ثلاثه مهمين ورا بعض، يعني اللي هم دول، يعني كل اللي احنا اتكلمنا اللي فات دي معلومات ما بنتكلمش فيها، لانها بتعتمد على الاتوميك، بتعتمد على الاتوميك اوربيتال. واحنا في الدراسه بتاعتنا اي دراسه عندنا ما بتعتمدش على الاتوميك اوربيتال، بتعتمد على الموليكولر اوربيتال. طيب فعندي هنا عايز ادرس العلاقه ما بين اثنين اتومز. تمام، انا عندي هنا الاتوم الاولاني احنا قلنا كربون 1، والهيدروجين اللي جنبها كام؟ هيدروجين 2. هيدروجين الكربون 1 فيها 2 هيدروجين، 2 و3. تمام، طيب الكربون اللي هي الرابطه دي، الرابطه دي الكربون بتساهم ب 59% شير، بتعمل شير ب 59%، والهيدروجين بيعمل شير بكام؟ 40%. واضحة. طيب هنا هون الكربون، الكربون بتبقى البوند بتاعتها بتبقى عبارة عن اس بي اوربيتال، صح؟ من الاس بي، وان اس بي وان، ايوه بتبقى لا ما هي ممكن تبقى اس بي 3 اس بي 2 اس بي 3. تمام، اللي احنا تمام. طيب هنا هون مشاركه الاس اللي هي خاصه بالكربون كام في الميه؟ 30%. تمام، ومشاركه البي كام في الميه؟ 69%. لو قسمته ال 69 على ال 30 هتطلع مشاركة الـ SB 2.3. يعني صح، واضحة واضحة. انا اسمي 70% على ال 30. 70% يعني 70 على 30. ايوة، يبقى في الحالة دي يبقى الـ SB هنا هو يعني يعني مش هو SB 1 و SB 2 و SB، لا هو SB 3 SB 2.31، يعني النسبة بتاعتها اللي هو 2.3. تمام، يبقى هنا هو لما بنيجي نكتب الكلام ده في البحث ما بيتكتبش بالطريقه دي. هشوف لكم بحث مكتوب اللي هو ايه، مكتوب فيه اللي هو النسبه بتاعه الاس بي وطريقه الكتابه بتاعتها. مجموعه الارقام دي حاجات خاصه بالت... يعني احنا ما بنحتاج لهاش يعني. تمام، طيب الاس الثانيه بقى، احنا قلنا المشاركه بتاعه الثانيه 40%، الثانيه مشاركه بكام؟ 100% اس اوربيتال، هيبقى فيهاش البي فاضي، البي ما عندهاش فاضي. تمام، اوكي واضحه. تمام، يبقى هنا الانتر اكشن ما بين الاس بتاع الهيدروجين والاس بي اللي هو مع الكربون، مع الكربون. يعني هو مش اس بي 3 بيور. تمام، اس بي اللي هو 2.3. تمام، طيب نشوف الكربون الثانيه. هنا في رقم واحد، خدوا بالكم، كربون واحد مع هيدروجين واحد، ودلوقتي الكربون واحد مع هيدروجين ثلاثه. خد بالك، لا بوند مكتوب جنبها واحد، دي حاجه، دي قصه، دي الرتبه الاوردر. لا ثواني، ما تستعجلش. انا بس لما هوصل لحته ثانيه وهقولها لك. نلاحظ ان احنا عندنا هنا ايه، طب البي دي معناها ايه؟ بوندنج اوربيتال. البي دي معناها ايه؟ بوندنج اوربيتال. البوندنج اوربيتال دي ما بين كربون والهيدروجين، ونسبه المشاركه 60 ل 40. ال 60 اللي هو الاس بي اللي هو
طالع اس بي اللي هو اس بي 2.3 تمام. طيب نشوف الثانيه دي هل هو في اختلاف، يعني اختلاف بسيط قوي يعني تمام. هو هو نفسه بي دي 1 اللي هو بوندنج بتاع ده بوندنج اوربتال تمام ما بين الكربون والهيدروجين، نسبه المشاركه 60 هنا نسبه المشاركه 40 مش فرقه كتير. هنا هون عرفنا طبعا ان الاس والبي وحصل القسمه بتاعتهم بيطلع لي البي قيمتها قد ايه. تمام تمام. نشوف واحده تانية شويه كده هون كربون 4 ايوه خلينا بقى بدي حلوه دي كربون 1 وكربون 4 والله هو دي كمان لا خلينا دي نشرح دي الاول لا نشرح اللي هي ايه كربون 1 وكربون 4 دي وعشان اللي تحتها اللي تحتها زي يعني نجيبها في النص كده اهون ونحاول اولا تمام تمام كده كبرت شويه واضحه كبرت عشان بس انا عايزها توضح شويه طلع الشاشه شويه بس دكتور بعد اذنك ماشي كده اهون كده كده ماشي خلاص كويس كده كده واضحه واضحه الاثنين واضحين اهو دلوقتي انا عندي الكربونه الكربونه دلوقتي دي بوندنج اوربيتال تمام واحد كربون واحد مع كربون اربعه كربون واحد واربعه فاكرينها اللي هي فيها ايه دبل بوند اللي فيها الدبل بوند تمام نسبه المشاركه 49% من الايه كربون 1 و 50% هي ممكن تقدر تقول 50 50 يعني هي مش لانها فرقها مش كتير قوي يعني تمام. طيب الاس اوربيتال هنا هون الاس نسبه المشاركه هنا هون 39% وهنا 60% البي هنا ايه اس بي 2 اس بي 2 تمام كده. طيب نشوف الثانيه برضو نسبة المشاركة 50% S 38 61 برضو S B 2 تمام مفهومة لحد هنا واضحة. دكتور أسامة رحت فين معاك يا ريس تمام. طيب نخش بقى في الحاجة تاني هنا قلنا بوندنج بوندنج لا بوندنج اوربيتال بوندنج اوربيتال اللي هو دي واخد واحد وهنا قيمه 2 هي الرابطه الثانيه ما هي هم ما سي واحد واربعه برضو. طب ايه الفرق بين الاثنين دي واحد ودي 2 ده سنجل بوند واحد السيجما الواحد السيجما واحد السيجما والثاني 2 الباي بوند الباي باي بوند ولذلك احنا في الابحاث ما بنكتبش واحد واثنين في البحث بنكتبها سيجما وفي اثنين بنكتبها ايه باي تمام. يبقى انا عندي برضو نفس بنقول ان دي من سي 1 لسي 4 نسبه المشاركه 45 ل 40 هنا اس بي كام هنا بصوا بقى هنا شايفين البي كام البي كام 90% الباي بوند كلها من البي لان الباي بوند اصلا ما فيهاش اس ما فيهاش صح 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 ماشي يا دكتور اسامه ماشي يا ريس مظبوط يعني. طيب سلام الباي بوند من البي دائما تمام. يبقى هنا هو ده كده كده احنا قدرنا نعرف المسار طيب ايه تاني ممكن نبص على الكربونه اللي هي متصله بالاكسجين والكربونه اللي متصله بالنيتروجين تمام ونشوف الفرق كربون هيدروجين كربون 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 او هي كربون 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 نيتروجين تمام كربون نيتروجين طبعا الكربون نيتروجين عدناها لا موجوده يا ريس لا هي عندك هي اللي فوق ماشي قدام حضرتك يا دكتور تمام. دلوقتي كربون 6 مع النيتروجين تمام
نسبة المشاركة 46 ل 60. هنا الاس بي الدي الدي برضو نسبته قليلة شوية، تمام؟ هنا قريبة من الاس بي، اس بي 3 يعني، هي مش اس بي 2.5 يعني، مش ايه مش كتير يعني، هي قريبة للاس بي 2، اقرب منها للاس يعني اقرب للدبل بوند منها هي على الكبر اس بي 2. لا خلاص لا عشان ما نلام. يبقى هنا ايه، يبقى هنا خلينا زي ما احنا ماشيين اس بي، بس هنا 2.3 تمام. هنا هو نسبة المشاركة بتاعت النيتروجين 60%. لما نيجي نرسم البوند، يبقى هل البوند هتبقى سيمتريكال ما بين الاثنين، ولا هتبقى ناحية النيتروجين كبيرة شوية؟ النيتروجين كبيرة شوية. ايوه زي اللوب يعني، احنا لما بنعمل نرسم البوند ما بنرسمهاش خط، ممكن تترسم زي اللوب كده هو، بحيث انها تبقى سميكة من ناحية النيتروجين ورفيعة جدا من ناحية الكربون، معناها ان مساهمة النيتروجين اكبر من مساهمة الايه الكربون. طيب نخش على الاكسجين. الاكسجين فيه حاجتين، لازم يبقى فيه حاجتين صح؟ اه في اللي هو السيجما، في السيجما وفي الباي بوند. نشوف هنا هو دي الاكيوبنسي يا جماعة، انا نسيت اتكلم عليها. دي الاكيوبنسي بتاعت البوند نفسها، بتبقى مكتوبه في الاول الاكيوبنسي، ودي هنا سيجما بوند ما بين كربون 6 واكسجين 16. نسبه المشاركه ما بين الكربون والاكسجين، ادي الكربون نسبتها 34 ونسبه الاكسجين 65. طيب نشوف هنا هو الشحنه، يبقى هنا هو الشحنه اللي موجوده على الاكسجين هتبقى سحبه الالكترون ناحيتها، صح كده؟ صح كده. لو احنا قسمنا ده هتطلع بي 22 بي 2 وهنا بي 1 2 اللي هي دي صغيره شويه، تمام؟ واضح. بالنسبه للباي بوند بقى نفس الكلام هيحصل، ان انا عندي الباي بوند الاس اوربيتال مفيش خالص، وهتبقى بي 100% بي اوربيتال، ونسبه المشاركه هنا هون في الاكسجين. شفتوا بقى هنا هون، لما احنا فاكرين ساعه ما احنا قلنا السحب في السيجما بوند بيبقى اقوى من السحب في الباي بوند، او ومعنى تاني ان بتبقى في الباي بوند في سهوله في السحب اكتر من السيجما. ولذلك هنا هو النيتروجين، فين الكربون والنيتروجين؟ فوق كربون اكسجين تحت. لا ما احنا ما اتكلمناش، لا ما جبناش، انا بتكلم لسه ستيل على الاكسجين. الكربون والاكسجين نلاحظ ان الاكسجين هنا هو في الباي بوند سحب 67%، سحب 67% من الفعالية، والأوربيتال بتاعها بيور بي أوربيتال. طيب عندنا الN والهيدروجين، تمام؟ دي سهلة بقى، دي بسيطة. هنشوف الN والكربون. احنا شفنا الN والكربون. ارجع يا دكتور عكس كده؟ ايه كمان. هنا هو في حاجه اسمها نرجع تاني معلش. هنا هو الاكيوبنسي هنا كام؟ 2. دي الكور استنى الاختصار دي، وهنا اس اوربيتال طبعا ده بيور، احنا قلنا المدارات الداخليه خلاص ده الاس بتاعته، يبقى دي من ضمن الحاجات برضو ناخد بالنا منها، ان ده اصلا سي ار يعني الالكترون ده في الكور، فنسبته 100% ده شيء طبيعي يعني. والاكيوبنسي بتاعه 2، واخد الالكترون بتوعه سلام بس ناقصين حته يعني. نشوف خلاص كده كور. ايوه ده اللون بير،
ده النيتروجين بقى. الاكويفالنسي كام؟ 91%. يبقى اثنين لون اللي هو اثنين الكترون اللي عندك في اللون. اثنين الكترون. لون بير اللي هم الاثنين الكترون الموجودين عليه. تمام؟ هنا هو ان الاثنين الكترون دول ال 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 هنا الاس الاس كام؟ 19 والثاني 20 يبقى البي كام؟ 80% في 4 4 تمام. ولذلك لما بيجي يترسم بترسم زي كوره كبيره لما بنرسمه في الرسم في ال في الجاوسيان في الهوم واللوم والحاجات دي ان اللي هو اللومبير بيطح حجمهم كبير شويه. طيب يبقى خلصنا احنا كده من اللومبير وخلصنا من رايدبرج. ده احنا عرفنا رايدبرج فيها نوعين، فيها بوندنج وانتي بوندنج. تمام. شفت ايه تاني؟ الموضوع بقى اللي بعد كده هو الجدول اللي بعد كده نشوف كده في الباور بوينت ايه. الباور بوينت ده ظهر عندكم؟ ظهر. طيب هنا الاتوميك اوربتال نصغر ده. قلناها. الاكيوبنسي بقى دي اللي احنا قلنا عليها. انا اخترت لكم هنا مثال في الـ في البرزنتيشن في الباوربوينت يعني. سلوى مصطفى سلوى دي هنا نفس الكلام. ادي عندي دي الاكيوبنسي الرقم بتاعها 8. البوندنج اوربيتال من سي 6 لاكسيد 10. نسبة المشاركة 35-64. نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه. والفرق ما دي معناها سيجما بوند ودي معناها باي بوند. طيب فور اتش نون بوندنج اوربيتال طبعا اللي احنا شفناه اللي فات ده 140 اللي احنا شفناه في التكست. ذا فيرست لاين اوف برينت شو اول حاجة بيعرضها الاكيوبنسي. الاكيوبنسي بتوين كام لكام؟ من 0 ل 2. من زيرو الكترون الاثنين. طيب الليبل اوف نون ناتشرال بوندنج اوربيتال قلنا البوندنج اوربيتال بي دي بيعمل عباره عن ايه؟ تو سنتر بوند. يعني لازم يكونوا في رابط ما بين اثنين. طيب الكور يبقى الكور في الحاله دي بيبقى ايه؟ وان سنتر. ما بيبقاش لما بنقول الكور بيبقى مدار واحد زي الاس. ما بيبقاش مشترك بيبقى لوحده. طيب اللون بير برضو بيبقى سنتر بس في البيلنس لون بير. تمام. رايت بيرج برضو بيبقى في السنتر. تمام. البي دي وعليها ستار دي الانتي بوندنج. دي ايه؟ يبقى انا في عندي بوندنج اوربيتال وفي عندي انتي بوندنج اوربيتال. تمام. في ستار وان ستار. تمام كده خلاص احنا ايه نشوف بقى ايه الحاجه الثانيه. الجدول ده نشوفه في التكست الاول اللي هو عنوانه دونر اكسبتور. شوف هنا هون طبعا هنا هون اصغر الشاشه دي اول اقول كنترول اف دونر دي المهمة قوي دي مهمة جدا دي بقى اللي ما ايه دي يعني الجزء الاثنين تيبل التانيين دول هم اهم اثنين في اللعبة كلها. هنا جايب اني اوربيتال دونر واني اوربيتال اكسبتور. تمام. باجي انا ادور على الانرجي العالية اشوف اهو ده الانرجي بتاعته عالية اشوف ايه هو. الاحظ ان سي 1 و4 اللي هي الدبل بوند بتدي الانتي بوندنج
في 6 اوكسجين 10. لو انتم فاكرين الرسم ومتخيلينه ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيعمل ريزونانس اللي احنا الرسمه اللي احنا رسمناها في الريزونانس الكربو مجموعه الكربون مع الاكسجين. ايوه يعني زي البيوتادين مثلا لما بالظبط نفس فكره البيوتادين لما بيتحول الدبل بوند من الاطراف بتيجي في النص. نفس الفكره ان انا عندي سي 1 وسي 4 وبرده نرجع للرسمه. الرسمه موجوده يا دكتور، انا رسمتها عندي في الورق. تمام اهي شكلها حلو. ادي عندي ادي الرابطه سي 1 وسي سي 6 سي 5. يبقى هنا هون الرابطه دي بتتحول كده هون. معرفش الماوس ظاهر اللي هو ظاهر غايب. الاسهم اللي احنا بنرسمه دايما اللي هو من غيتي فطرة. اهلا يا مان. الالكترون هنا هون بنعمل نص سهم كده هون بيجي هنا نفس الكلام. يبقى بيحصل ايه اللي هو الريزونانس اللي احنا بنسميه على ده. ده انا طبعا الكلام ده احنا كنا بنقوله في الرسم بس، لكن دلوقتي احنا بنعرفه هنا هون من الجداول بتاعتنا ان انا بختار الهاير انرجي وابتدي ادرسها. ليه هاير انرجي؟ لان يبقى فعلا فيها حاجه. طيب نشوف حاله ثانيه برضو. نشوف ال 15 دي اكيد دي لومبير. ايون تمام. هنا الاكسجين 10 مديه الكربون 6. الكربون 6 دي جنبها صح؟ اللي جنبها يا دكتور. تمام. يعني برضو مديها برضو زي ما بيقولوا ايه بس هنا دي لومبير لومبير سيجما بوند. دي مي باي بوند ال بي 1 للسيجما للسيجما. طب نشوف الباي بوند كده اهو بتاعت الاكسجين اهي الاكسجين. ايوه تمام اهي دي 16 لتحتها دكتور لتحتها مع النيتروجين. لا ما انا عارف. لا ما هي دي الاكسجين لون بير بتاع الاكسجين بس بتاع الباي بوند. ده باي بوند اللي تحتها هاي انرجي. ها اللي تحتها هاي انرجي. ما 16 برضه معقوله. لما انا بشوف انا بدرس ككل انا بختار اعمل سيليكشن لكل الايه الحاجات دي. طيب نشوف ال 23. ال 23 عباره عن الاكسجين لون بير بتاع الاكسجين لون اكسجين مع الانتي بوندنج بتاع 6 و7. 6 و7 دي ايه بقى؟ 6 و7 نيتروجين. خدوا بالكم كربون نيتروجين الرابطه. خدوا بالكم شوف الاكسجين رايح لفين؟ للرابطه اللي هي بتاعه بيشتغل مع اللون بير بتاعه النيتروجين بتاعه الامايد. يعني ما هي مش دي هي امايد صح؟ مجموعه امايد اهي يا دكتور. تمام. طيب نشوف كده اهو. يبقى كده احنا خلصنا. ادي ال 100 هنا المفروض هي 140 بس انا مش عارف 138 جايه. لا هنا مكرره. لا هنا تمام. يبقى هنا هون احنا عرفنا من الحاجات اللي هي بتاعت الجدول دي ان انا عندي ال دي بوندنج بي دي يعني بوندنج 1 هي سيجما دي الرابطه. لا انا بتكلم في حاجه ثانيه. دولار وادي مجموعه الايه الاكسبتور وادي الانرجي. دايما الجدول ده ما بيتحطش كله. هتلاقوا حتى في الابحاث اللي انا عاملها او في الابحاث اللي انتم ممكن تشوفوها انها بتنزل بتبقى عامله سيليكشن اللي هو للحاجات اللي انت عايز تظهرها في المركب بتاعك. الحاجات اللي انت عايز تظهرها في المركب بتاعك. تمام. اخر حاجه في الجدول في التكست دول اللي هو ايه برضو الكيوبنسي. تمام. نشوفها هنا. انا في معاك سمر يا دكتور. ها نشر البوند اوربيتال في سمر. اللي هو اللي هو ده. هنا هو ال هنا هو بيبين لي اللي هو دي لوكاليزيشن. بيبقى هنا جيمينال او فيزينال او ريموت او اللي هو بيعامله بالاختصارات هنا هو. يبقى هنا هو انا عندي المولكيولار يونت كاربون 1 واتش وكاربون
نشوف مثلا في عامه احنا بنختار الاكيوبنسي ديا اللي هي 1.9 تمام، ونقارنها ب اللي هو الدونر والاكسبتور في المجموعه اللي فوق. يعني انا بعمل جدول واحد، جدول واحد باخد فيه الجزء اللي فوق وباخد فيه الجزء دون اللي هو البوندنج اللي هو الاكيوبنسي. ما جيش بقى اخد اختار حاجه الاكيوبنسي بتاعها قليل، دي ما فيهاش ملهاش تاثير خالص. تمام، انا ليه بختار بنختار الحاجات اللي هي غالبا بتبقى 1.9 الاكيوبنسي بتاعها 1.9 ديا فيسينال جيمينال ديا جيمينال جي. تمام بس كده هو نشوف اعتقد كده ايه خلاص. خلاص ايه برنامج طويل قوي. تمام هنا هو البرنامج ده خد كام؟ خد 6 دقايق كل الحسابات دي، الكمبيوتر حسابها في 6 دقايق. دكتور يعني تقريبا الوقت مش مظبوط. احنا انا مره انا عملت تجربه على مركب قال لي قعد حوالي 9 ساعات بعدين في لا لا هي بتحصل انا جربته على جهازين. يعني مش جهاز واحد، انا جربته على جهازين وخد بس انا ممكن اختار وقت اقل من كده خالص. يعني ممكن نجربه دلوقتي حالا قدامكم نشوف كده هو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صورة دي خلاص. طب نشوف الجدول ده جون سيل. طب يلا ماشي. طيب هو ايه بقى فين دي خارج؟ طب هو في حاجه مستخبيه. تمام بسم الله. طيب نبص في المثال الثاني اللي هو هيدروجين بوندينج. لو احنا كبرنا الرسم كده هو لو انا حركت الجزيء كده هون شايفين؟ هو بيكبر وبيتقلب. لا النقط اللي هي بتاعت ربط الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند اللي هي الداش. اللي هي الداش. اعرفها ازاي؟ اروح في التكست فايل واشوف الدونر والاكسبتور واقدر احدد ان في فعلا في ربط هنا هون ما بين ما بين الاكسجين دي والهيدروجين دي. أقول تاني؟ أيوة يا ريس. نروح لل دلوقتي أنت إحنا دلوقتي إحنا بنعمل الحسابات بتاعتنا عادي خالص زي ما إحنا عملناه. تمام؟ باجي أشوف الجدول وأنا بدور أوريدي بدور على الهيدروجين بوندنج، فبشوف الأوكسجين دي رقمها كام والهيدروجين دي رقمها كام والرابطة، وأقدر أعرف الإكيوبنسي اللي في موجود فيها كام. يبقى أقدر أعرف ان في ان الجزء ده في اللي هو بنسميها انتر موليكولار هيدروجين بوندنج ولا انترا؟ فكروني. اعتقد انتر موليكولار هيدروجين بوندنج. تمام، يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي ممكن ايه ممكن تتحسب. ممكن هنا هو نشوفها هنا الاوبتمايزيشن. طبعا دي احنا شفناها قبل كده. شفنا الكيرف ده قبل كده صح؟ الاوبتمايزيشن اللي هو خاص بالايه بالاوبتمايزيشن ده الحته دي. يعني هي حته الهيدروجين بوندنج ببقى انا قاصد ادور عليها. لازم في الجدول اللي هو الضخم اللي احنا بنشوفه ده في التكست الفايل دون هي ممكن بتظهر عندي فين؟
بتظهر عندي في الـ في الـ في الرسم. يعني لو انا رسم جزيئين فيهم هيدروجين بوندنج او انتر موليكولار هيدروجين بوندنج او انترا موليكولار هيدروجين بوندنج، ممكن بتظهر عندي عباره عن داش لاين وايه بنقدر نحسب قيمتها من الجدول، وبنقرا ان في ان هيدروجين ان في مجموعه هيدروجين بوندنج موجوده. طيب نشوف حاجه تانية من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها. اكريلامايد عملناها يونت اوبتمايزيشن. ايه بقى ايون ديا برضو ده مثال نفس الكلام اللي احنا قلناه درسنا فيه اللي هو دي لوكاليزيشن اللي موجود في حلقه البنزين مع مجموعه النيترو مع ده. ممكن ايه ممكن الاستراكشر ده نرسمه او ممكن ايه تحسبوه يعني تاخدوه من الامثله. وكل حاجه انا ما ابداش لما اكون عايز اتعلم حاجه ما ابداش بمركب صعب، ابدا انا عايز ادرس مجموعه ايه، ادرس المجموعه دي يبقى اختار جزء صغير. يعني ممكن تبتدي باستون، ممكن تبتدي بفورمالدهايد، ممكن تبتدي بحلقه بنزين، تفضل شويه يعني شويه كده هون. نشوف ايه تاني انا كنت عايز اقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اوبتمايزيشن فريكوينسي مين. طيب اكريلامايد دي خلصناها. طيب اي سؤال يا جماعه؟ انا طولت عليكم المره دي، خدناها اطول ولا ايه؟ ولا بتستاهلي؟ لا جميل يا دكتور. طبعا هي المحاضره دي هي اصلا ما تنفعش تتقال مجزأة بصراحه، يعني انا ما اضحكش عليكم لانها مجزأة مش هتبقى لها معنى يعني مش لكن هي كده كلها على بعضها تمام. بس اللي انا عايزه نبتدي نتدرب حاجه زي ما احنا اشتغلنا نبتدي نتدرب كويس على رسم الجزيئات. طيب الاختيار الموديل اختيار الميثود اللي هو سنجل او سنجل بوينت انرجي او سيمي امبيريكال او مولكيولر ميكانكس او ابينيشيو، طبعا دي لازم نبقى عارفينها. بنختار البيز سيت في حالة ان احنا عايزين نشتغل ناتشرال بوند اوربيتال. احنا عرفنا يعني اللي مش قادر يفهم او يقول لي يا ريت تتصل عليا برضه معايا نعمل درس خاص كده نكسر فيها الحاجات يعني ممكن استفسار معين. ماشي بالنسبه انا عايز مثلا عندي مركب عايز احسب له الخطا اللي ابدا بها، ابدا بالسنجل بوينت في البدايه اول ولا ابدا تبدا بالجيومتري اوبتمايزيشن وما تطلبش اي حاجه ثانيه. الجيومتري اوبتمايزيشن والجيومتري اوبتمايزيشن ممكن تختار السيمي امبيريكال. يعني اعمل اوبتمايزيشن اختار واعمل سيمي امبيريكال. سيمي امبيريكال اسهل، ده هتخلص في دقائق تمام. وبعدين تعمل اللي انت عايز تعمله، تعمل سنجل، تعمل جيومتري اوبتمايزيشن، تعمل فريكوانسي، تعمل بس لازم تبتدي بالاول. وممكن تعمل جيومتري اوبتمايزيشن بالهارت ريفوك برضه بتبقى كويسه، يعني ميزتها برضه سريعه. وبعدين بس لازم يكون الجزيئات صغيره، يعني لازم نبتدي بجزيئات صغيره عشان ما نتخبطش، يعني نتدرب على قدر الامكان على جزيئات صغيره. ممكن سؤال يا دكتور؟ ها؟ سؤال الله يجازيك. تمام معاك. كيف نعرف البازل سيت الكويسه عشان المركب بتاعنا؟ يعني كيف احنا ما دي كانت محاضرتين سبق ومحاضرتين مطولين، لكن هو في الاختصار
ان احنا لما انت دلوقتي عارف مكان البيس ستيت في الجاوسيان او 9 ازاي فينها؟ عارفها فين؟ نعم عارفها دكتور. معايز تمام. انت لو اخترت اللي هو ستاتر تايب اوربيتال اللي فوق خالص ديا دي مور سمبلست، ودي فور ايديوكيشنال ستادي، يعني دي بتستخدم للوسائل التعليميه ابسط حاجه. بعد كده بتتنقل للاعلى اللي هو مثلا 3-2-1G، الاعلى منها مثلا شويه بتبقى 6-3-1G، اللي اعلى منها شويه 3 مركز معايا؟ مركز معاك 6-3-1-1G. طب انا بضيف ايه تاني؟ بضيف الديفيوجن اللي هو البلس واحد، او ده بالنسبه للمولكيول واحد، وبعدين بنضيف البولاريزيشن. ممكن نضيف للهيفي اتومز بس، وممكن نضيف للتوتال اتوم بس. طبعا انت لما بتضيفها للهيدروجين، الهيدروجين اساسا بيبقى في بالاس اوربيتال، وبعدين حتى انتوا لاحظتوا ان هو ملوش تاثير في فيعني دايما بنستبعده من الحسابات، او على اساس ان هو نوصل لنتيجه كويسه، لان انا في مركب من ضمن المركبات اللي انا اديتها للكمبيوتر قعد فيها اكتر من 48 ساعه. وبعدين بيني وبينكم يعني انا ايه، ده مجرد مثال انا عايز اشرح عليه، يعني مش حسابات مثلا هستنى عليه. فالمهم ايه، غيرته إيه؟ فهو انت بتبتدي من الايه، من السيمبل الاول، وتبتدي تزود. لو انت هتشتغل بحث، انصحك انك ما تقارنش ما بين البيز ست وبعضها. يعني في ناس كتير بتعمل ابحاث ويملى البحث كله مقارنات. طب ما هي اوريدي انا عارف ان دي احسن من دي، ان دي ادق من دي، صح كده ولا انا؟ نعم صح. تمام. اي سؤال تاني دكتور؟ انا لو عايز اعمل خطوه، يعني مثلا عملت الاوبتمايزيشن، الصوره اللي عايز ادخلها في الخطوه اللي وراها، يعني عايز اعمل لها الفريكوانسي مثلا، اخدها منين؟ اخدها من الشيك بوينت، من الشيك فايل، اعمل سيف من الشيك فايل للمركب؟ لا، ما انت، ما هو الشيف خلاص، ما انت بتاخد الجيف فايل. الجيف فايل دون اللي هو انت مش بيطلع عندك ثلاث فايلات. الجيف فايل ده بيبقى اوبتمايزد خلاص، يعني هو النهائي اللي هو للمركب، هو بتشتغل عليه. التشيك فايل ده خليه انت ممكن تعوزه، بس غير الاسم على اساس ان هو ما يكتبش عليه تاني، يعني ما يكتبش على القديم، انك ممكن تستعين بيه برضو لو في خطا او لو في حاجه تقدر توصل له. يعني استخدم اللي هو الجيف فايل وادخله الجيف فايل. الجيف فايل اللي هو الاوبتمايز جيف فايل اللي مكتوب عليه الام بوش دكتور، اللي هو مكتوب عليه ام بوش، اللي هو جاوسيان انبوت فايل. ممكن هو جيف فايل، لانه هنالك لوجو تشيك والام بوش. انا اقصد عايز ثواني انور عصام بيسال. عصام، قلت لك يا دكتور يعني هنالك ثلاثة فايلات، هنالك التشيك والانبوت واللوج، يعني نحن نختار الانبوت. تمام. اشتغل باللوج فايل او اللوج فايل، ممكن اللوج فايل او جيف في جيف فايل. نعم، هو الانبوت، الجيف فايل هو الانبوت اللي هو البوت. ايوه تمام. نعم دكتور، اتمنى يكون يعني استفدت حاجه يا عصام. يعني لا معنا، والله استفدت كتير والله، ويكون اللغه انا قدرت. لا طبعا انا عارف، والله فهمت كل شيء، يعني كل شيء فهمت. لان انا طبعا ليا زملات في تونس والجزائر، فطبعا من التعود انا عارف لما يقعدوا جنب بعض انا مبقاش فاهم هم بيقولوا ايه. دكتور، هنالك سؤال اخر، اذا في اخر سؤال عندي. تمام. لا تحت امرك. الله يجازيك. لما تكون عندنا جزيئه معينه تكون كبيره شويه، ونريد نعرف الجروب دونر والباي والجروب اكسبشن. طب ما احنا قلناها، يبقى انت ما فهمتش انا قلت ايه النهارده. لا فهمت، ولكن الجروب كامل، يعني جزيئه كبيره في مجموعه من ايوه. دي من الهوم واللومو بقى، دي من الهوم واللومو، دي من الهومو واللومو. انا لما بترسم الهومو مش بتظهر اللي هو الكلاود دي على مجموعه من الاتومز؟ نعم.
يبقى المجموعه دي هي الكترون دونر، سوري الجروب ده بيبقى دونر الكترون دونر. نعم. واللومو بيبقى الكترون اكسبتور. نعم. فهمتني؟ شيئا ما يعني. طيب ماشي. طيب انا افتح لك مثال عندي جاهز كده اهو. افتح الباب وارميها دلوقتي وايدك وسخه. حطيها على البتاع وياخدها. ايه في الخط يعني. ماشي حطيها على الباب كده على اول سلمتين كده وياخدها. دكتور اسامه افتح الخط اصل انا قفلت الخطوط كلها. وعصام افتح معاك. نعم معاك دكتور. ماشي طالما مفيش شوشره ولا حاجه مفيش مشكله يعني. طب هشوف بس مثال كده هو هو خرج وناسي انه لسه مفتوح ال اهو. والله بسيطه مشغول يعني. احنا بقى احنا يعني لا هنم براحتنا يعني. والواحد بياكل وبيشرب دلوقتي انا عندي هشوف دي تظهر ازاي. على هاي الخضراء والحمراء اللي موجوده. ثواني انا اعملها لك دلوقتي حالا دلوقتي هي ظهرت اهي كده اهو. نعم دلوقتي انا اخترت ايه يا عصام؟ ده جبت صفحة الهم واللوم دي منين يا دكتور؟ اللوبه اللي هي اللي فوق دي. نعم انا فتحت دلوقتي عندي انا عشان اجيب دي لازم افتح التشيك فايل. لازم افتح ايه؟ التشيك فايل. نعم وبعدين اختار اللي هو التولوبس الحمراء دي فبيطلع لي الاثنين الكترونات دول. تمام؟ تمام؟ فبعمل فيجواليز. تمام؟ نعم وبقدر اقول ابديت. نعم انت الان دكتور مختار الهوم واللومو معا. ما هو لا ده كده الهومو. نعم كده الهومو وكده اللومو. طبعا هنا المركب كمنه صغير مش ظاهر المجموعات اللي فيه. لكن انت لو انت لاحظت دلوقتي الالكترون دينستي حوالين الميسايل دلوقتي ايه هنا قليله. نعم هي دي عباره عن الكترون ديستريبيوشن حوالين اللي هو الكلاود دي اللي هي حوالين مجموعه الميسايل دي. تمام لو انا شفت هنا في الهومو يبقى هنا هو المجموعات دي الكترون ايه الكترون دونر اللي هو الناحيه دي. مجموعه النيترو اكسبت من نفس الملكيون. ما هو عشان التوازن. ايوه ما هو ما انا بتكلم ايه ما انا انا بتكلم على الجزء نفسه. على الجزء نفسه الكلام مظبوط. مظبوط يا دكتور. اللي هي عندي دلوقتي لما نيجي احنا مش بنقول النيترو مجموعه النيترو ميتا دايركتنج جروب. ميتا دايركشن. ليه؟ لان انا عندي في الميتا الالكترون زياده. تمام فهي مجموعه الميسايل بالمجموعه دي هي اللي بتدفع الالكترونات ناحيه النيترو. تمام دي الالكترون دور. لكن الالكترون اكسبتور في الحاله دي مجموعه الميسايل دي هي الفقد هي سوري الالكترون اكسبتور مجموعه النيترو. تمام يبقى احنا عرفنا المجموعه اللي هي بتدي طب نشوف مثال ثاني برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود ها
طيب معلش هو فتح حاجة تانية الماتريال استوديو فتح حاجة تانية ده الماتريالز فتح حاجة تانية ثواني خلاص تشيك فايل نفتح ده تمنى نفتح ده كده هون نشوف المركب ده كده هون نعم معايا معاك أول فيجواليز شايف الرسمه اللي قدامنا؟ نعم. يبقى المجموعه اللي هنا دي المجموعه دي مش دي الهومو؟ انت عارف الهومو واللومو ولا ما نعم عارف عارفها؟ عارف الجزء دي الهومو يبقى المجموعه دي معروفه ان الهومو يبقى دي الالكترون دونيتنج جروب الكترون دونيتنج جروب نعم تمام؟ الكترون دونيتنج جروب نعم تمام نعم استاذ ولو اخترنا الثانيه ديا يبقى في الحاله ديا الكترون ويزدروينج جروب اللي هي المجموعات اللي هي بتاخد بتستقبل الالكترونات اكسبتور اكسبتور نعم كل شكل لو سمحت عايزين نسيف الميكروب بالشكل ده نسيفه ازاي عايز اخده وورد كليك يمين عايز سيف هاي سيف ماجيك فين برين بنايس اوف كود سيف ماجيك استاذ الان نحن عرفنا الاكسبتشر والدونر والبي والبي هون في هذا المركب اللي هو ايه ثاني الباي باي الباي ما الباي موجوده الباي موجوده هنا اهو الباي ما هي هنا اهو لو انت شفت اهي نعم اللي هي موجوده على مجموعات النيتروجين على اساس انها مجموعات سحبه يعني الاستراكشر ده خاص بالدايسل ستايزد سولار سيل يعني من ضمن الحاجات اللي هو يعني المجموعه دي مجموعة دي بتدي الكترونات واخد بالك نعم. المجموعة دي بتبقى عشان الاكسجين والحاجات دي لا يا ربي الكربونيل دي هي اللي ساحبه طيب على اساس بس ما نلخبطش السؤال بتاعك تاني ممكن انت عايز تحدد اني اتومز تفاعل نيوكليوفايل او الكتروفايل او فري راديكال تقصد بسؤالك كده يعني نعم هذا هو اللي اقصد بده طيب يبقى هي المحاضره اللي جايه اللي احنا بنقدر نحدد الاتوم مش جروب بقى بنحدد الاتومز او جروب برضو لانها بتبان عندنا انها ان هي بتقدر تعمل الكترون دونيشن او الكترون اكسبتن بالنسبه للاتوم الاتوم مش يعني مثلا في حاجات احنا بنسميها جلوبال هي بتمشي على الجزء ككل الكترون نيجاتيفيتي مثلا لما بنقول جلوبال الكترون نيجاتيفيتي يعني الالكترون نيجاتيفيتي بتاع الجزء ككل تمام لكن لما اجي اقول الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت الاتوم دي كذا او النيوكليوفيليستي بتاعتها كذا او الالكتروفيليستي بتاعتها كذا دي بنقدر نحددها ان شاء الله تكون المره اللي جايه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله
ان شاء الله دكتور. اعراض في التواصل واي حاجه اي سؤال برضو على الواتساب ما فيش اي مشكله. شكرا جزيلا يا دكتور. انا اشتغل على الدايسون سي تي زد سولار سيل. تمام تمام هبص عليه. حاضر هبص عليه. ماشي تسلم يا استاذنا. الله يخليك. شكرا جزاك الله من فضلك. اللي موجودين بقى ثواني انور وموجود دكتور اسامه سامح عمرو عبد اللطيف عمرو عبدو عمرو ندى فرنسا درويش دينا دكتور عزيزه ايمان ايمان موجوده بس جت متاخره بعد الفطار صح يا ايمان؟ ايوه شكرا. النت كان فاصل ومعلش النت فاصل ولكن متواصل يا دكتور. لا ايوه والله ده حلوه حلوه دي. ايش وعصام من المغرب طب الله دكتور. محمد حلمي امنيه اللي انا عايز اعرفه اوبو ده مش عارف يرد عليا بس مين اوبو ده؟ طبعا موبايل اوبو ده موبايل. بعد اذنك يا دكتور. ايوه قول. بالنسبه للمحاضره بتاعت الاوبتمايزيشن لان يعني احنا دخلنا النهارده كده فيعني الدنيا بتهمل شويه يعني فممكن حضرتك تلخصها لنا مثلا في يعني في وقت تاني او كده يبقى في وسيله خاصه. باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله تعالى باذن الله يعني. نعم امين. لو بس لو حضرتك تسجل المحاضره او اي حد يسجلها بس هو يا ريت انتوا من عندكم تسجلوها اسهل. انا من عندي صعب صعب ان انا اسجلها اساتذه. انا سجلتها لان انا عندي كذا شاشه وعايز كل شاشه ان ايوه انا سجلت المحاضره لكن تقريبا راه بها ساعتين احنا تكلمنا ساعتين. ما هي عايزه تتاسس تتجزا هي عايزه تتجزا ما ينفعش انت سجلتها يعني. نعم هي مسجله كلها من الاول. والله ما شاء الله برافو عليك برافو عليك. نعم. طيب اطلبها بقى منك انك تجزاها وتبعتها على الوي ترانسفير. عارف الوي ترانسفير؟ لا مو عارفه دكتور. طيب انت بتخش على جوجل وتكتب وي ترانسفير. نعم هيطلع لك الموقع هيطلع لك الموقع لحد 2 جيجا يعني ممكن تبعت فايل لحد 2 جيجا طبعا بيك لود لحد 5 جيجا يا دكتور. بيك لود برضك فري على جوجل لحد 5 جيجا. لا بس هو ميزه الوي ترانسفير زي ما انا عملت عندكم كده هو بسرعه يعني بايه فري مش جوجل. هل انت بتقول جوجل جوجل انا برضو ما عرفتش مين ابو ده يا ريت يعرفني بس هيجي يا دكتور ما تستعجلش هيجي ها هيجي ايوه بس هو يعني انا طب ومين الحمد لله انا برضو عايز اعرف الاسماء يا جماعه برضو انا عارف الناس اللي معايا انا بكلم مين خلاص يا دكتور اكتب له شهاده اوبو والحمد لله. لا انا كلمت الدكتور ياسر. ها انا بس انا كلمت الدكتور ياسر فقال لي بس اشترط عليكم ان اعمل لكم امتحان. جميل حلو تمام. وهيحضر هيحضر معانا مرايب ولا ايه؟ وهيحضر لا ما انا هديه لكم على جوجل سكولر كل واحد لوحده يحل لوحده. نعم لاوش يعني في تكنولوجيا شغاله برضه هو بيحب التكنولوجيا عامه. يا ريت اللي يخش باسمه يا جماعه على اساس ان احنا نعرف بعض. حتى احمد حامد لسه فاكر يجي دلوقتي على ما صلى العشاء يا دكتور. ايش يا جماعه ممكن استفسار مين يشتغل على الالواح المثارة للاصباغ يعني دي اس اس سي دايسون سي تي سولار سيل. تمام مين يشتغل في هذا المجال؟ في الدكتور محمود موسى.
انت عايز، انت عايز اللي هي الدايز ولا الشغل نفسه اللي هو بيعمل الدايسون ستايزد سولار سيل اللي بيصمم اللي هو ديزاين؟ لا من يشتغل في المجال البحث هيك يعني على الجوسيان وبيننا هون يعني. لا طب ما انا في امثله عندي اكتشف موجود. لا انا معايا عندي عندي شغل لسه عارضه يعني السنه الاول. يعني معايا مجموعه يعني نستوعب الاول الحاجات الاساسيه عشان لما نيجي نقول حاجات يعني ممكن بتتقال بسرعه فما ياخدوش بالهم. فانا بركز دلوقتي على الاساسيات شويه. نعم. ماشي عصام مع بعض ما تقلقش يعني. نعم دكتور. يعني انا عامل تقريبا عامل شغل في الدايسون ستايزد سولار سيل يعني. نعم وانا كذلك يعني اشتغل على هذا يعني انا بصدد اعداد بحث. لا تمام، لا تمام تمام. لو عندك اي مركبات ممكن نناقشك فيها يعني ما فيهاش مشكله، بعتها لي واقول لك المركبات دي يعني من قبل ما تشتغل فيها ومن قبل ما نعمل لها حسابات عندك المركبات دي هتدي ولا مش كده. ولو عايز تعمل حاجه تحت امرك. ها؟ لا ماشي. لا يعني احنا لا يعني انا والله انا ما ببص للموضوع ده يعني انا لا 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 وعايز يسال حاجه واقف معاه دكتور وعايز لا والله لا صدق. تمام تمام لا مفيش مشكله يعني ماشي. طيب هو النشر يا دكتور ها؟ النشر بيحتاج لايسنس للسوفت وير ولا ممكن نشتغل عادي كده من غير لايسنس؟ لا لا عادي، لا عادي عادي خالص خالص. لا مفيش من غير لايسنس عادي وبتتقبل في المجال عادي؟ لا لا كله بينشر عادي. لا لا ما في مشكله في السوفت وير يعني حتى ولو يكون مضروب. لا اصل ساعات في مجلات بتطلب اللايسنس لا لا بالنسبه للجاوس فيو يعني اعرف يعني ناس كلها يعني لا 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 جاوسيان مشهور. لا لا الجاوسيان ولا الماتيريال استوديو يعني اقول لك ممكن ممكن يبقى اللي هو الشرودنجر مثلا ممكن يبقى كيم كرافت كذلك. الكيم كرافت كيم كرافت الناس كام حاجه زي كده هو ممكن يبقى سبارتان مش عارف دايما انا بقول سبارتان. طب هو ايه الفرق يا دكتور بين الجاوسيان والسبارتان؟ لا هو حقيقه انا يعني انا ما تعمقتش في السبارتان. انا معاه عند السبارتان بس انا بحس ان هو بيعمل نفس الفانكشن يعني. لا هو اعتقد ما بياخدش جزيئات كبيره شويه. تمام اعتقد كده يعني انا ما انا اشتغلت عليه بس طبعا انا بستسهل الجاوسيان على اساس ببقى عارف وفي نفس الوقت لما بتعمل حاجه بتبقى مطمن انها اتعملت قبل كده والناس عارفاها ما تبقاش عمليه شاذه ما بقاش مختار حاجات عشوائيه يعني. تمام. طب انا لو عاوز ارسم بالجاوس فيو لو انا عاوز ارسم مثلا ايزوتوب يعني بدل مثلا هيدروجين عاوز اتكلم مثلا في ديوتيريوم او تريتيوم مثلا ده اميلابل ولا؟ والله سؤال كويس بس انا اعتقد فيه يعني اعتقد فيه لان هو بس انا هشوف يعني هسالك يعني برضه مش عايز اتكلم لازم اتاكد منها الاول يعني اتاكد منها وارد عليك. تمام يا دكتور تمام. طب انا ليه استفسار بس اخراني يعني هو يعني انا اتعاملت مع يعني ناس كتير يعني كانت شغاله وكده بالجاوسيان يعني وكده تقريبا كلك ما بيحبوش يعلموا حد خالص. انا مستغرب ان حضرتك داخل بتعلم ناس وانا كذلك يا دكتور أصلاً. والله انا كذلك. والله والله هقول لك حاجه وهذا في العالم كله يا دكتور. بص هقول لك حاجه في الامام الشافعي طبعا انا مش باسم انا يعني الامام الشافعي طبعا اكيد كلكم عارفينه بيقول كلما ادبني ربي اراني نقص عقلي وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. كسلام ما شاء الله ربنا الصحه يعني ربنا كل واحد ودي حاجه برضو يمكن موجوده برضو في كل يعني كل واحد بياخد معلومه. طب انا لما اجي وانا بقول لك فكره وانت بتطلع لي بفكره بتتعلم بتاع بيبقى الوضع احسن بيبقى في مناقشه لكن هل في مدرب
مدرب مثلا بيلعب لوحده ولا لازم يكون معاه لعيبه؟ لازم يبقى تيم. لازم يبقى تيم. وهو لو ما كانش تيم مش هي الدنيا مش هتمشي. ربنا يكرمك بجد يعني. يعني انسوا العهد ده خالص. سمعت سمعت العلماء دكتور ربنا يبارك. لا والله لا لا الله ربنا يكرمك يا عم. اما انا قلتها لك اهو كلما قدمني ربي اراني نفس عقلي وكلما زدت علما زادني علما بجد. ربنا يزيدك عزيز. ربنا يزيدك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. الله يجزيك. ربنا يوفقكم جميعا. واي سؤال في اي حاجه ان شاء الله. سؤال بتاع حضرتك يا دكتور ما تنساوش. وانا بتعلم من الاسئله برضو يعني من الاسئله اللي انا بشوفها او بتسالوها لي انا بقدر بفكر فيها وبشتغل يعني. ماشي. السؤال الدكتور بتاعي ما تنساوش بس. نعم. السؤال بتاعي في الشات. تمام. بس اريح شويه كده هو وارد عليك. ماشي خلاص. ماشي يا دكتور. ماشي معاك على الواتس. ماشي. شكرا يا دكتور. شكرا الف شكر. ان شاء الله على موعد ان شاء الله مع الواتس اب ان شاء الله. التسجيل ربنا يقويك موجودون حاطه لكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا حبيبي. صباح الخير.